الانخراط، وحنا كنعرفوا بانه الرجاء في ازمه، ياك هما اللي كيقولوها ماشي حنا. كيقول لك الرجاء في ازمه، ما عندهاش دابا، ما عندهاش باش دير كذا، ما باش دير انتدابات، ما عندهاش باش دير واخ. الجمهور كيقترح عليكم تخفضوا الانخراط، ديروا 5000، ديروا 10000، وديروا 5000 كما داروا الجيران. والجيران رجعوا اللايفات ديالي وغتعرفوا شكون اللي قال الفكره اول مره، راه ماشي كنكذب، راه ماشي، رجعوا اللايفات ديالي، انا اللي قلت الفكره الاول، انا اول واحد قالها، انا اللي اقترحت الفكره، والناس كيجيو يتفرجوا مع الاسف وكيديو الافكار ديالنا وكيطبقوها عندهم. قلت بانه خاص الدار على الاقل واحد ثلاث انواع مثلا ديال الانخراطات، انخراط يبقى هذا ديال 20000 درهم، ويدار واحد ديال 10000، واحد ديال 5000، وكل واحد تكون عنده امتيازات معينه، بحال مثلا هذاك ديال 10، هذاك اللي عنده 20000 غيصوت، عنده صوت في الجامع العام، واللي عنده 10000 غيكونوا جوج الناس في صوت مثلا، واللي عندهم 5000 مثلا يكون عندهم غير الحق يحضروا الملعب او يصوتوا، ولكن يكونوا اربعه الناس يتجمعوا في صوت. انت غادي تخلق واحد الرواج، وتخلي واحد المجموعه ديال الناس بزاف فلوس غتدخل للرنجه، وفي نفس الوقت غادي تربح واحد العدد ديال الاطر وعدد ديال الناس اللي هما رجويين، غادي يفيدوا الرجا بالافكار وغادي يفيدوها بالمساهمه الماليه. علاش انتوا ما بغوش يديروها؟ علاش مقرمين على الفرقه؟ علاش سادين؟ علاش ما بغوش يناقشوا نهائيا هذه النقطه هذه في الجمله؟ ما بغاوش يخفضوا هاد الانخراط نهائيا. انا بغيت نفهم، واش هاد الناس مكوشين هاد الفرقه ما بغوش يطلقوا منها خلاص؟ واش هاد الناس كبروا ما بغوش يمشيو بحالهم خلاص؟ واش لقاوها بنينه؟ لقاو ما يتكال؟ وهي هادي قبل اللي كيكوش فرقه بحال هكا، مكوش على الا واكل فيها. حيت راه ما يمكنش التكويشات على هاد الحد. واش واحد غيطيح بعكازه وباقي لاصق في الفرقه؟ وطلق عباد الله، طلق العياشه ديالو، طلقهم كيشكروا الله يعمر هذاك السيد، وما شفنا منه غير الخير، ولا كذا ولا كذا. هذوك الناس اللي كيشكروا فيه راه هما اللي كانوا بغيو يطيحوا السلامي، هما اللي بغيو يخربقوا على الراجل ديك السلامي، راه مسين سينا في قطر، راه هما هذوك اللي كيطلقوا لا بروباغوند على الراجا، راه سميتو، وكيشكروا دابا في شيخ القبيله، راه هما هذوك، راه عايش على مصلحته. ما يكذب عليكم كذاب شي يقول لكم شي واحد اللي كيقلب على مصلحه الراجا كيف ما بغى يكون، سواء كان محب، سواء كان صحفي. راه كاين بزاف الناس اللي هما كيتسيفوا، راه تيبان لك انه كيدافع على الرجاء، ولكن هو راه كيعيش، راه كيتحيز لواحد الجهه معينه وعنده مصلحه معينه كيخدمها. دونك بركه عندنا من هاد السلحات، وبركه عندنا من التخربيق. جماهير الرجاء، الرجاء محتاجه للجماهير ديالها، الجماهير ديالها بوحدها اللي تقدر تهزها وهي اللي كتغير عليها. وهاد الجماهير هادو مادام انه الجماهير ما كيتحكموش في الفرقه، ما عندهمش امكانيه انه يدخلوا كمنخرطين، ما عندهمش الحق انهم يفيدوا الفرقه بافكارهم وبالاقتراحات ديالهم ويطوروا الفرقه، هذا ما عمر الفرقه تزيد لقدام. غتبقى الفرقه ديما في يد واحد التهمه ديال المسيرين كيتحكموا فيها. هاد العام يديروا لك رئيس، العام الاخر يحطوا لك رئيس، العام اللي من وراه عاوتاني رئيس، كل واحد كيدوز وقته، كل واحد كيدوز وقته، وهما اللي كيستافدوا. الرجاء ما كتستافد والو. دونك الاخوان، انخراط انخراط انخراط، مع الاسف انه كتخص واحد المجموعه ديال الاخوان يكتبوا في الصفحات ديالهم ويطالبوا بانخفاض انخراط. علاش غريم جا من ورانا؟ ياك كتقولوا واحد اللي حاكمهم، واحد حاكمهم وهو فتح الانخراط لعباد الله، اللي بغى يدخل مرحبا، وكلهم يصوتوا، ما عزلت حتى واحد. والله الا انا كنت كنتظر بانه اصحاب 5000 درهم غادي يقول لهم غير دخلوا التيران وصافي، غير دعموا الفريق، والله الا تا ما عطاهم حق التصويت. واسمح لي، انت اللي كتقول النموذج الديمقراطي والنموذج كذا والنموذج سميتو العصري وكذا، فين هي العصريه؟ النموذج العصري الا ما كانش فيه الديمقراطيه، اش من النموذج هذا؟ هذا الديمقراطي تعطي الحق للمنخرط انه يصوت، وماشي غير ذاك مول 20000 درهم. شوف حساب بسيط، حساب بسيط درتو.